يزيد مسجل الهدف، انطلاقة يوسف بلايلي يرفع راسه، هاي عرضية للتصويبة ربما ممتازة الهدف في منتهى الروعة، تلمس التسعين الزاوية التسعين وتسكن الشباك بكيفية جميلة. محمد بن خماسة يضيف الهدف الثاني ويحرر تماما البلودية، هدفان مقابل صفر أمام نجم بن عكنون. هذه كرة في منتهى الروعة، ولا حارس ربما على المستوى العالمي يمكن له أن يصد هذه الكرة، لا تصد ولا ترد. أكيد سنشاهد الإعادة مع الزملاء التقنيين. العائد، هاي كرة عرضية ثم طهر والتصويبة من على بعد تقريبا 26 27 متر مباشرة في الشباك.